فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال: لعن الله الواصلة. يدخل في التحريم استعمال بعض النساء للأظافر الطويلة المصطنعة، فمثل هذا لا يجوز. لما؟ لأن الشرع أولا حث على قص الأظافر، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما وألا تزيد عن أربعين يوما، مع أن بعض أهل العلم كما مر معنا يقولون الحكم متعلق بالطول، ففي هذا مضادة، ففي هذا مضادة لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقليم الأظافر، من تقليم الأظافر، ولو كان تركيبها من المرأة تركيبا مؤقتا. الأمر الثاني أن في مثل هذه الأظافر أن بها تشبها بمن؟ بالكافرات أو بالفاجرات، والمسلمة منهية عن التشبه بأمثال هؤلاء، والأحاديث في هذا كثيرة من النهي عن التشبه بأهل الكفر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أحمد وأبي داود: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومنهي عن التشبه بمن؟ بأهل الفسق، لحديث جابر عند الترمذي كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. تشبه به من حيث الصورة مع أنه لم يشرب، فنهي عن ذلك. لأنه قد يقول قائل: التشبه بالكفار ورد حديث أن لكم وأين لكم بنص يحرم التشبه بالفاجرات ولو كانت مسلمة، ولو كانت مسلمات. نقول هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، مع أنه ما شرب. وهذه الأشياء التي تحرم على المرأة هذه تصدق عليها، سواء كانت في البيت، سواء كانت في البيت أو كانت خارج البيت. قد تتعلل بعض النساء من أنها تتجمل لزوجها، الحكم هو هو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم ولم يفصل، فدل هذا على أن الحكم عام. وليعلم أن هذا الأمر ليس تضييقا على المرأة، لأن بعض النساء قد يسمعن هذا الكلام ويسمعنه من غيري فيقول: أنتم متشددون، أو ما هذا الدين، نحن نريد أن نتجمل وأن نتزين. نقول: ولله الحمد، نحن نأمر النساء أن يتجملن لأزواجهن، نحن نحث على هذا، لكن بالضوابط الشرعية بما أجازه الشرع. والشرع لم يضيق على النساء، بل الشرع أمر المرأة أن تتجمل لزوجها، لكن بالضوابط الشرعية. وليعلم أن المرأة إذا حرصت على أن تتجمل بما يرضي الله عز وجل فلتبشر بإذن الله تعالى من أن الله عز وجل سيوقع محبتها في قلب زوجها. لكن ربما أن المرأة تتجمل بما يسخط الله عز وجل، فيضع الله عز وجل الكراهية في قلبه لها، حتى لو أمرها الزوج بما يخالف الشرع فعليها أن تذكره بالله عز وجل.